متحور جديد لكورونا يذكر العالم بالكابوس اللي لسه ما لحقنا نفوق منه، وجديد أزمة اللقاء الليبي الإسرائيلي تحقيق على واتساب، وشركة تترك السقف يتهاوى على موظفيها حرفيا. أهلا بكم. كورونا يعني هذا الكابوس اللي عشناه وما حد غطاه معاكم حقيقة مثل ما نحن غطينا معاكم في تفاعلكم. كورونا يعني الحقيقة ما لحقنا يوحشنا، لكنه للأسف راجع للعناوين، والأيام الماضية ما في إلا أخبار عن إصابات ومتحورات. آخر هذه الدول هي تونس اللي سجلت أول حالة إصابة بالمتحور EG5، ومنظمة الصحة العالمية بتقول إنه فرع من متحور أوميكرون إذا تتذكروه، ولو تسمية غير رسمية هي إيرس، وقالت إنه تونس مو لوحدها. في 51 دولة حول العالم سجلت إصابات بهذا المتحور مثل كندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا. قبل هذا المتحور أخبار بيرولا كانت مالية الدنيا، هذا عاد المتحور الجديد اللي برضو دول كثير جلسة بتسجل إصابات فيه، وهذا عامل رعب أكبر. والسبب بسيط، بوست مفبرك على إنستغرام نسب للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض الوقائية، منها اللي هي CDC، وقدر أنه يولع الدنيا وخلى الناس في حالة رعب، ومو أي ناس تحديداً اللي أخذوا جرعات اللقاحات خصوصاً. المنشور هذا اللي بقول لكم عنه قالوا على لسان CDC أنه بيرولا عنده قدرة أكثر من المتحورات السابقة أنه يصيب الأشخاص اللي تلقوا تطعيمات أو أصيبوا بكورونا، وقالوا أن المتحور أخطر على هدول من اللي ما أخذوا التطعيم. البوست هذا مجتزأ والكلام فيه مو صحيح، والCDC ما قالت كده أصلا حتى اللحظة. التقارير عن المتحورات أصلا متضاربة، شيء بيقول أخطر وشيء بيقول لا، لكن عموما الناس عندها تساؤلات كثيرة خاصة بعد ما شافت اسم كورونا راجع للعناوين. خلونا نستفسر أكثر من ضيفنا الدكتور أنطوان الأشقر، استشاري الأمراض الصدرية اللي حيكون معنا أو بينضم إلينا من باريس عبر سكايب. أهلا فيك معنا دكتور أنطوان. يعني حقيقة أنا أعتقد أنا وكثير ناس ما احنا جاهزين نعيش الكابوس هذا ثاني، خلاص كفاية كفاية اللي صار فينا. هل نحن مقبلين على كابوس ثاني؟ مساء الخير لك ولمشاهدينك. أولاً المعلومات لا تزال ضئيلة بالنسبة لهذا المتحور عن أوميكرون، يعني أوكي. هذا متحور آخر من أوميكرون وليس له علاقة مع الفيروس الأصلي من 3 سنوات. المعلومات التي لدينا حالياً لا تستدعي للقلق، إنما هذا المتحور كما يقال وضع تحت المراقبة. الإصابات لا تزال خفيفة، يعني في فرنسا سجلت فقط 3.5 إصابات إلى نهاية الأسبوع الماضي، ولم نشهد إلى اليوم لا ازدياد في الإصابات في الدخول إلى المستشفيات، وخاصة لا زيادة في الدخول إلى العناية الفائقة. فهمت عليك على هذه الجزئية، بس إذا تذكر دكتور يعني قبل أسبوعين كانوا جالسين بيقولوا حتى تحديدا في بريطانيا وفي أمريكا إنه في زيادة كبيرة في الإصابات، وبعدين تعرف أنت بتقول لي الآن حالتين في فرنسا وكده، ما هي كده تبتدي وبعدين عاد يجي. هو صراحة هناك بعد العطلة الصيفية ازدادت الإصابة بعد العودة من العطلة، ولكن كما تعلمين لم يعد هناك في المختبرات، هناك فحص PCR، ولكن لا نشدد على المتحور، يعني لا نفتش على المتحور. إنما عندما فتشنا على المتحور الأخير تبين لنا الإصابات خفيفة، حتى الإصابات التي دخلت إلى المستشفى لم تدخل بسبب الإصابة بالكوفيد، دخلت بسبب مرض آخر، ولكن عند الدخول المستشفى نحن نجري فحصا تلقائيا بالPCR، يتبين أن هناك إصابات
ازدادت، وهذا نتيجة العودة من الفرصة من العطلة والاحتكاك. نحن نعرف أنه كل شيء فتح بكل البلدان، هناك سفريات، هناك تنقل بالطائرة، لم يعد ارتداء الماسك إجباري إلزامي. ايوه، من نحن يعني اعتقدنا دكتور انه خلاص نحن طوينا الصفحه، فلما رجعنا الان وكمان بنسمع اخبار انه لا اللي متطعمين هم اللي حينضربوا اكثر، يعني كمان يعني نحن سمعنا الكلام وقت كورونا، نحن الان نتعاقب يعني؟ لا، ليس هنالك من معلومات علمية تؤكد هذا الخبر. اوكي الذين تلقحوا هنا عدد كبير من الملقحين ايوه لم يدخلوا العناية الفائقة. الحمد لم لله. أرى لا إلى حد اليوم الملقح يدخل إلى العناية الفائقة بسبب الإصابة خطرة بالكوفيد. طيب يعني ما نقلق يا دكتور. يعني اللقاح لا يزال ناجح، اوكي ولا يزال تزال المناعة تحمينا من الإصابات الخطرة الناتجة طيب، عن كورونا. يعني لا تنهار أعصابي، أموري طيبة، تقعد متماسكة. خلي أعصابك طيبة وهادية، ليس هناك من داعي للقلق في الوقت الحاضر. طيب أيوة، لأنه أنا عندي أمور تانية في حياتي الصراحة، يعني مو دحين وقتها نحكي فيها دكتور، بس أنه يعني عندي أمور تانية حابة أقلق عليها. بس خليك معانا دكتور، عندنا موضوع تاني برضو مقلق. طيب موضوعنا الثاني واللي حابين كمان نسمع رأي الدكتور فيه هو الفيبينج أو السجائر الإلكترونية، يعني هذه صايرة موضة صرعة زي ما تبغوا تسموها، ظاهرة. المهم بدأ أطباء ومختصين يطلقوا عليها اسم وباء، خصوصا بين المراهقين والشباب. هذه السجائر طبعا في منها ديسبوزبل اللي بتستعمل مرة واحدة وبتنرمي، وفي نوع تاني هذا عاد بيتملى كل ما يخلص. العالم بعد ما جلس سنين يحارب الدخان والسجائر العادية الآن بيحارب معاهم كمان الفيبينج. ففرنسا آخر المنضمين للحرب وأعلنت حظر الفيب اللي بيتم استخدامه لمرة واحدة بكل أشكاله ونكهاته، وهذا في إطار خطة وطنية لمكافحة التدخين. وقيل إنه هذه السجائر الإلكترونية بتعمم عادات سيئة بين الشباب وخصوصا طبعا المراهقين. وقبلها بأيام كانت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية قالت إنها ماشية في إجراءات حظر السجائر اللي بنكهة النعناع لأنها بتسبب إدمان كبير عند الشباب، وصارت مبيعاتها بتشمل نسبة 40% من مبيعات البلاد، وأنه النكهة هذه بتجذب وتستهوي المراهقين. وعلى فكرة الكونغرس كان حظر كل نكهات السجائر في 2009 ما عدا النعناع، واليوم خلاص قررت الهيئة أنه تحظر نكهة النعناع. وعلى فكرة أستراليا، نيوزيلندا، إيرلندا، ألمانيا كمان هذول كلهم ماشيين في حظر السجائر الإلكترونية. هذا كله اللي ذكرناه محاولات رسمية وحكومية، لكن ترى في العالم الافتراضي كمان في حملات ضد الفيبينج، واللافت انها طالعة من مين؟ من فيبرز سابقين. فعلى تيك توك ترى في هاشتاج اللي هو دونت فيب، وعليه أكثر من 400 مليون مشاهدة، والفيديوهات فيه بتعرض تجارب مدخنين سابقين وإيش اللي صار لهم، هذول تحديدا اللي بيدخنوا الفيب وإيش اللي صار فيهم. والفيديو اللي راح تشوفوه الآن من الأكثر تداولاً الأيام الماضية وعليه ملايين المشاهدات. My life with a vaping induced illness. Ever since I got pneumonitis from vaping, this is my life. I have to use a wheelchair when I go long distances because I get so winded and taking those deep breaths really hurts my lungs. I have to wear this air filter mask because if I'm exposed to any strong chemical smells or even the smell of smoke or cigarettes, not the smoke, even the smell can agitate my lungs and cause my lung tissue to swell for weeks at a time. There is no cure for pneumonitis. I will have this for the rest of my life, but I will never stop warning the public about how dangerous it is to vape. My life will never be the same. نعود لدكتور أنطوان الأشقر، استشاري الأمراض الصدرية. أهلا فيك مرة ثانية دكتور. يعني زي ما أنت شايف هو في حرب، وعلى فكرة ترى يعني الحرب هذه مو بس حتى مثلا بين الشركات اللي هي منتجة للفيب يعني والكلام ده كله، لا حتى بين الناس. يعني بتلاقي على تيك توك صراع بين الناس بيقولوا لا نحن أوكي وإتس كول وإنه أحسن بكثير من السجاير العادية، وناس تانين لا، اللي زي ما شفنا الفيديو بيحكوا تجاربهم هذه الشخصية. خلينا أول نعرف
هو الفيب أسوأ من السجاير العادية ولا السجاير العادية أسوأ؟ أول شيء السجائر العادية هي الأسوأ شيء، أوكي، لأنها تحتوي على مواد حارقة، مواد سامة ومواد سرطانية. أوكي، بالنسبة للسيجارة الإلكترونية، أما السيجارة الإلكترونية اللي عم نحكي عنها، نحن بنسميها بفرنسا بوف، هيدي السيارة اليومية، السيجارة اليومية الماركتينج تبعها إذا لاحظت كتير ذكي. ليه؟ لأنه بشدوا المراهقين عليها، أيوة. بيبيعون سيجارة واحدة بسعر رخيص، إنما عندما تشتري السيجارة الإلكترونية لمدة شهر تكون كلفتها عالية، يعني فوق 200 يورو. المراهق لا يستطيع أن يشتري هذه الكمية وبهذا السعر، لذلك كان تسويقها بشكل ذكي، بيعها سيجارة يومية. الخطر هنا ليس ما تحتويه، لأن السيجارة اليومية تحتوي على نفس المكونات، على نفس المواد التي تحتويها السجائر الإلكترونية الأخرى، إنما هي الإدمان الممكن الذي ممكن أن ينتج عنه. ليش؟ لأنه مثل ما عم بيقولوا بالريبورتاج أنه it's cool إلى آخره. صحيح، هي المشكلة أنه بس واحد ينفخ بسيجارة هو العادي، هو أن يعتاد عليها، إنما عندما يشتريها بكميات قليلة من يوم ليوم يبدو له المصروف أقل بكثير من أن يشتري العلبة ب 80 أو 100 يورو أو 100 دولار. بس هنا السبب. إيه؟ بعدين في مواد خطرة ممكن أن تسبب هذه السجائر، لا تسبب السرطان، خلينا نكون واضحين، إنما المشكلة فيها أن يعتاد المراهق وينتقل في مرحلة لاحقة إلى السيجارة العادية. لا هنا لا الخطر. بس إيه، لا خلينا نقول انه ما حدا انتقل للسجائر العادية. انت بتأكد دكتور انه الفيبينج ما بيجيب سرطان؟ ايه، لانه لا يحتوي على مواد طيب سرطانية. اجل الفيديوهات اللي بنشوفها هذه اللي بتقول انه مثلا انه انا اشوفه بحتاج انه شيء اتنفس فيه جهاز، وفي ناس بيتحدثوا عن فشل كامل لرئتهم، هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح. ليش؟ لانه هيدا ما الكل بدي اقولها، المواد التي تستعمل، يعني العطورات الى اخره، ممكن ان تسبب ازمات ربو. اوكي. ممكن ان تسبب حساسيه، وهنا ممكن ان تسبب بضيق نفس، تنفس حاد، وخاصه عند الذين لهم سوابق، او الذين، لانه اللي بنحدد عليه وحضرتك قلتيها، انه بيع السيجاره الالكترونيه صارت على الانترنت. يعني عندما تكون مثلا السيجاره بفرنسا مصنوعه بفرنسا، نحن نعرف تماما ما هي المواد التي تحتويها، لان هناك مراقبه. ولكن عندما تشتري هذه المواد عبر وسائل التواصل أو عبر الإنترنت، لا يمكن أن نضمن للمشتري الرقابة. الرقابة والمحتويات، ممكن يكون عنده حساسية بدون ما يعرف. هون بتسبب مشاكل. طيب. بعدين ما ننسى أن السيجارة الإلكترونية بتحرق، لأنه هي تتأذي تولعيها، بدها حريق، ممكن تحرق الشفاف، تحرق اللسان، وتحرق، تسبب بانسداد بالمجريات، القصبات الهوائية العليا. والله كله مظلم يعني دكتور. طيب أوكي يلا، بشكرك على هذه المداخلة. كان معنا دكتور أنطوان الأشقر، استشاري الأمراض الصدرية. عاد لا تدخنوا ولا تستخدموا الفيب ولا تسووا شيء. أهم شيء. شكرا لك ولمشاهدينا. أهلا من جديد. في قصة صايرة في المنطقة البحرية الحدودية بين الجزائر والمغرب عاملة حالة كبيرة من الجدل. فطلعت أخبار بتقول إنه خفر السواحل في الجزائر أطلق النار على شباب مغاربة تجاوزوا الحدود المائية للمغرب ووصلوا إلى الجزائر وهم راكبين جيت سكيز في 29 أغسطس. للتذكير بس، الجزائر والمغرب ما في بينهم علاقات دبلوماسية وحدودهم المائية مغلقة من التسعينات. أخبار الحادث الجديد هذا قالت إنه في بينهم قتلى وجرحى وآخرين انمسكوا
تركوا، وواحد هرب ورجع إلى الحدود المغربية. وبعد 5 أيام من الصمت والأخبار العديد المتضاربة كده، طلعت الدفاع الجزائرية واعترفت وزارة الدفاع الجزائرية إنه حرس الحدود عندها أطلق النار على 3 دراجات، وإطلاق النار هذا أجبر واحدة من الدراجات إنها توقف، وهربوا الاثنين الباقيين. وقال البيان بلا تفاصيل أو توضيح إنه تاني يوم انتشلت جثة شاب من المياه. البيان قال كمان إنه قبل إطلاق الرصاص المباشر كان في تحذير صوتي أطلق وأمر للشباب بالتوقف، ولكنهم ما ردوا عليهم وصاروا يعملوا مناورات خطيرة وعشان كده أطلق عليهم النار. وأكدت وزارة الدفاع إنها عملت كده لأنه المنطقة هذه فيها نشاط مكثف لتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، بس في واحد من الشباب عنده رواية أخرى. فشاب من اللي كانوا على الجت سكيز قالوا إنهم كانوا 5 وإنهم تاهوا وخلص البنزين ودخلوا المياه الجزائرية بالخطأ، وقال الشاب اللي كان مع أخوه وقال إنه أخوه توفي وإنه حرس الحدود ما حذروهم أبداً، وإنه أخوه اللي مات تبادل أطراف الحديث مع خفر السواحل الجزائري وقال لهم إنهم مو خطيرين ولا مسلحين، ولكن خفر السواحل أطلق عليهم النار. المغرب للآن ما في أي تصريح رسمي ولا تعليق على الحادثة، ولكن وسائل الإعلام نقلت الخبر وقالت أنه في 2 توفوا مو واحد، وأنه واحد انتشلته القوات الجزائرية وواحد انتشلته القوات المغربية. وفرنسا قالت أنه في مواطن فرنسي معتقل في الجزائر وأنه في مواطن فرنسي قتل، وناس صارت تقول هذا معناه واحد من اللي توفوا مغربي فرنسي. وشفنا مقطع متداول لمقابلة قيل أنها مع أم أحد الشباب وأنه معتقل في الجزائر. وكالة الأنباء المغربية الرسمية قالت أنه الادعاء العام المغربي فتح تحقيق في حادث بحري عنيف تورط فيه 5 أشخاص على دراجات مائية. بيان الدفاع الجزائري يعمل حالة كبيرة من الغضب عند المغاربة وطالبوا بمحاسبة اللي قتل الشباب وفتح تحقيق معهم، وحتى في دعوات للاحتجاج سواء في الشوارع أو على المنصات. وعلى المنصات أيضا في فيديو متداول قيل أنه للحادثة، ولكن تبين أنه هذا الفيديو مو صحيح وبيرجع لإبريل العام الماضي لمطاردة كان بيعملها خفر السواحل الجزائري لمركب هجرة غير نظامي. الأزمة اللي سببها لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إلي كوهين مكملة من وقت ما تم الإعلان عنه من أكثر من أسبوع. هذا اللقاء اللي كشفته وسائل إعلام إسرائيلية واشتعل الجدل من بعدها، سواء من ناحية احتجاجات بين صفوف الليبيين وفي الشوارع وتبادل اتهامات ولوم بين جهات ليبية مختلفة. الخارجية بتقول الحكومة كان عندها علم، والحكومة بترد تقول ما تعرف باللي صار، وإسرائيل تطلع تقول لا ترى التنسيق كان على أعلى مستوى. بعدها يطلع رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ويقيل الوزيرة ويحيلها للتحقيق، وبعدين الوزيرة اختفت والأكيد أنها غادرت ليبيا. ناس يقولوا في تركيا، ناس تانيين يقولوا في بريطانيا، وناس يقولوا لا هي صارت في لندن بس راحت عن طريق إسطنبول. يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن. البيبة وبعد ما أقال الوزير وفي مساعي لامتصاص غضب الناس أعلن تشكيل لجنة للتحقيق مع المنقوش برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، وأعطاهم مهلة ثلاثة أيام عشان يعلنوا النتائج. طيب المهلة خلصت المفروض وما طلعت أي نتائج للتحقيق وما في أي حس أو خبر. فقام طلع المجلس الأعلى الليبي من بعد انتهاء المهلة وجالس بيطالب الدبيبة بنتائج التحقيق وإيش اللي صار مع اللجنة. وعلى فكرة تحقيق الدبيبة مو الوحيد في الموضوع، فالنائب العام كمان شكل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الواقعة والضرر اللي صار في مصالح الدولة الليبية. وقالوا في بيان أنهم تلقوا تبليغات بمخالفة الوزيرة لقواعد مقاطعة إسرائيل، وأنه رح يشوفوا الضرر اللي صار من خلال تقارير المخابرات واستجواب اللي حضروا اللقاء وسماع أقوال أي أحد ممكن يساهم بتقديم توضيحات حول الواقعة.
لكن أغرب ويمكن أهم تطور في الموضوع أخبار نقلتها وسائل إعلام ليبية. قالت إنه ترى جالس بيصير تحقيق مع الوزير المنقوش، بس التحقيق شغال عبر واتساب. المصدر الإعلامي ما وضح من الجهة اللي جالسة بتحقق وإيش مبرر إنه التحقيق على واتساب، بس إنه يعني عموما هنتابع ونشوف. يعني خبر اللي حقول لكم عنه تجسيد فعلي للمثل المعروف باب النجار مخلى. ففي مقطع فيديو انتشر لموظفين بإحدى الشركات الحكومية بمنطقة جاكتال في الهند، وهم جالسين بيشتغلوا بيخلصوا معاملات الناس وهم لابسين خود على راسهم، يعني هذه الهلمت عارفين، هذه اللي كده بتحمي من الصدمات اللي بيركبوها على البايكس والأشياء هذه. نشوفوا يعني مثل ما شفتوا في الفيديو الموظفين جالسين ولابسين خود وجالسين بيشتغلوا مساكين وهم خايفين من انه يطيح السقف على راسهم. السقف طبعا واضح انه حالته متهالكة على الاخر وبيعاني من تسرب المياه من العام الماضي. طيب الادهى والامر عاد انه يعني السقف طاح السنة الماضية على راس واحد من زملائهم واصابه تلف في الدماغ، يعني لا ما عدت القصة عادي يعني. طالبوا بعدها طبعا بقية الموظفين انه ينقلوهم من المكان، بس ما احد سمع لهم، فقالوا بينهم وبين نفسهم انه درهم وقاية خير من قنطار علاج، فقرروا يلبسوا خود الدراجات النارية هذه عشان ما يصيبهم اي شيء في حال طاح السقف لا سمح الله يعني على رؤوسهم. ما عرفت إذا انتبهتوا على الخفافيش، ها؟ في خفافيش، مو خفاش واحد، سرب من الخفافيش موجود في المكان، يعني إذا ما طاح السقف عليكم الخفافيش تقتلكم يعني أو تقضي عليكم عاد. طيب وليه قلت لكم باب النجار مخلع؟ اتذكرت لأنه ببساطة يا جماعة الشركة هذه اللي بتكلم عنها هي شركة تنمية ومكلفة بتطوير البنى التحتية في المنطقة وتوفير الإنترنت للناس. المهم أبشركم من بعد ما انتشر الفيديو أعلن مسؤولين في الحكومة أنه خلاص رح يتم نقل الموظفين اللي في المكتب لمكان ثاني قريباً، بس انتبهوا ما نقلوهم فوراً، لا ركزوا على كلمة قريباً. قريباً لما يصير شيء لا سمح الله. فمان الله مشاهدينا.